بدء مراسم توقيع 3 اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، ويوقعها من جانب المملكة العربية السعودية معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب التونسي معالي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأستاذ زياد العدالي. ونطمح أن ترتقي علاقاتنا إلى مستويات أرفع في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري وغيره. هناك علاقات سياسية متميزة جدا منذ التاريخ بين تونس والسعودية، ونطمح أن ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مثل هذه العلاقات السياسية بين الدولتين. نطمح أن نحدث تحول نوعي في تونس، يعني البزنس موديل بتاع تونس مبني على متنوع جدا، والاقتصاد التونسي كان حقيقة تمكن من مواجهة كل الأزمات اللي عشناها، ولكن في الفترة القادمة نعمل على بداية تغيير في هذه المنظومة. أولا عبر الرقمنة، هذه الرقمنة يعني محور أساسي، أن نرقمن الإدارة ونرقمن الخدمات، لأنه فيه مناخ جيد جدا في تونس، يعني تقريبا أكثر من 15% من المهندسين في تونس مكونين في هذا المجال. النقطة الثانية هي الطاقات المتجددة. يعني تونس بلد مشمس، تأخرنا للأسف، وأنا شفت التجربة السعودية تجربة رائعة في مجال الطاقات المتجددة. أطلقنا طلب عروض لإنتاج 1000 ميجاوات في الفترة القادمة، ما يمثل تقريبا 25% من الاستهلاك التونسي عبر طاقة الرياح وعبر طاقة الشمس، وهذا حقيقة يمكن أن يغير كثيرا في الوجهة التونسية. اليوم نشكو من عجز تجاري في تونس، وتقريبا 40% من العجز التجاري متأتي من العجز الطاقي، فإنتاج طاقات بديلة بكلفة أضعف بكثير سيمكن تونس من تجاوز هذا العجز الطاقي وهذا العجز التجاري. ثم نقطة أخرى نشتغل عليها هي المبادرة الخاصة. يعني اليوم الوظيفة العمومية غير قادرة على الانتداب، عن شباب عاطل على العمل وشباب مكون في العديد من المجالات، فالحكومة وضعت حزمة كاملة لدفع المبادرة الخاصة لتمكين خلق فرص استثمار لهذا الشباب حتى يشغل شباب آخر ويقلص في نسب البطالة. واليوم نطمح بهذه العلاقات السياسية الممتازة إلى تطوير الاستثمار السعودي، ونحن ندعو كل رجال الأعمال إلى زيارة تونس، وأنتم كلكم مستدعين على تونس لزيارة تونس. أنا متأكد أنه إذا زرت تونس ستستثمرون كل الأخوة السعوديين يقولون لي. بصراحة المجال الاستثمار في تونس ليس غريب على المستثمر السعودي، لأننا حضرنا مبكرا إلى تونس ونحن الآن نرعى المصالح، وهذا زيارة فخامة رئيس الحكومة اليوم إلى مجلس الغرف السعودية والتقاء برجال الأعمال والمستثمرين، هذا دليل على أن تونس لا زالت مفتوحة للاستثمار وترحب بالمستثمرين،
وحريصة على الاستثمارين السعوديين أن يستمروا وأن يأتوا لاستثمارات جديدة تساهم في فتح فرص للشغل وجذب أموال إلى داخل البلد. أولاً نشكر دولة الرئيس على حضوره وإتاحة هذه الفرصة. حقيقة اللقاء مثمر بحول الله، نتأمل في القريب العاجل مضاعفة التبادل التجاري وما بين السعودية وتونس الشقيقة. اليوم احنا وصلنا الى 266 مليون دولار استثمارات في 2017، نتأمل في القريب العاجل اذا مضاعفة هذا الرقم. دولة الرئيس حقيقة قام بشرح كثير من التسهيلات التي قدمتها حكومة تونس، اعتقد في القريب العاجل انها حتؤثر على الاستثمار السعودي في دولته الشقيقة تونس. استمعنا إلى طروحات جميلة من الجانبين، وأتوقع أنه حيكون في نقلة نوعية إن شاء الله ما بين العلاقات الاقتصادية لأقوى ما بين المشقين. شكرا لك. يعني تشرفت بلقاء جلالة الملك اليوم وبلغت تحيات أخوه الرئيس البلجي قايد السبسي، وأكدت له على أنه إحنا نعتز أنه يكون حضوره في تونس في القمة العربية في مارس القادم. تحدثنا على مسائل التعاون بين الدولتين والعلاقات، وكان هناك إمضاء لاتفاقيات استثمار في تونس بتقريب 350 مليون دينار في مجال المياه، في مجال التنمية خاصة في ولاية بنزرت، في جومين وزيلة وبعض المعتمديات الأخرى. وكان هناك اللقاء مع رجال الاستثمار الغرفة السعودية، حبينا نفسروا لهم أن مناخ الاستثمار تحسن في تونس وأن هناك إمكانيات كبيرة، وحفزناهم على الاستثمار في تونس. هناك طاقة كبيرة جدا وقدرات كبيرة جدا، لسنا بصدد الاستثمار، علاقات طيبة بين تونس والسعودية، يجب أن العلاقات السياسية الطيبة يقع استثمارها ونرتقي بهذه العلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية. وهناك تجاوب كبير حقيقة من الجانب السعودي، وإن شاء الله في القريب القادم نشوفوا استثمار خاص سعودي في تونس في الفترة القادمة. نعم شكرا.